السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير تتمة ديال الأعداد العشرية، الجمع والطرح. غنبداو أول حاجة بأنشطة الإدماج. من خلال هذه الأنشطة غادي نفهموا الدرس ونجاوبوا على التمارين. إذن النشاط الأول كيقول: اشترت مريم كتابا بثمن 15.75 درهم، ودفاترة بثمن 18.40 درهم، وأدوات أخرى بثمن 24 درهم، ودفعت للكتبي مقابل مشترياتها ورقة نقدية من فئة 100 درهم. احسب المبلغ الذي سيرده الكتبي لمريم. إذا الجواب تاع التمرين هو المعطيات اللي عندنا: الكتاب شرته مريم بثمن 15.75 درهم، والدفاتر شرتها ب 18.40 درهم، والأدوات شرتها ب 24 درهم. وشحال عطات للكتبي؟ عطاو هي عندها 100 درهم، عندها 100 درهم فاصلة صفر صفر درهم. اذا غادي نشوفوا المشتريات ديالها شحال خسرت فيهم، ونقصوا المبلغ اللي كان عندها من مبلغ المشتريات. اذا غناخذوا اول حاجه الكتاب، عندنا 15.75 درهم، غادي نزيدوا عليه ثمن الدفتر 18.40 درهم، غادي نزيدوا عليه ثمن الادوات 24 درهم فاصلة صفر صفر. الا لاحظتوا هنايا اشنو عندنا؟ كنحتفظ بالفاصلات، فاصلة تحت الفاصلة، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، فواصل تحت الفواصل، أجزاء الجزء العشري تحت الجزء العشري، أجزاء المئة تحت أجزاء المئة. لأن الحاجة المهمة في هذا الدرس ديال الأعداد العشرية تاع الجمع والطرح هي كيفية الوضع. إلا حطينا الوضع صحيح غتخرج لنا العملية صحيحة. وبالتالي ماذا يساوي؟ 5 زائد 0 زائد 0 5، 7 زائد 4 و 11، 5 زائد 1 6 زائد 8 14 زائد 4 18، نحتفظوا بواحد نكتبوا 8 نحتفظوا بواحد، 1 زائد 1 ديال الاحتفاظ هو 2، زائد 1 هي 3، زائد 2 هي 5. وبالتالي ثمن المشتريات اللي خسرت مريم هي 58 درهم فاصلة 15. والسؤال هو احسب المبلغ الذي سيرده الكتبي لمريم. شحال غادي يرد الكتبي لمريم؟ مريم عندها 100 درهم وخسرت 58 درهم فاصله 15. اذا شنو هي العمليه هنايا اللي غادي نجزو؟ غنديروا عمليه الطرح، فيها 100 درهم، مادام عندي هنا الفاصله غندير فاصله صفر صفر، ونجي لهنايا. هنا المهم عندي هي طريقه وضع العمليه. غنحط الوحدات تحت الوحدات، 8 تحت الوحدات تاع 100، 5 تحت العشرة تاع 100، فاصله 15، ونجز عملية الطرح. بالتالي عملية الطرح غتكتب على هذا الشكل: صفر ناقص خمسة لا يمكن. إذا تنجيب واحد، ناخد واحد نسلف واحد، عشرة ناقص خمسة هي خمسة، صفر ناقص اثنان لا يمكن، كنجيبو تاني واحد من هنا، عشرة ناقص اثنان ثمانية، فاصلة تحت الفاصلة، صفر ناقص تسعة لا يمكن، كنسلف واحد، عشرة ناقص تسعة واحد، صفر ناقص ستة لا يمكن، كنسلفو تاني واحد، عشرة ناقص ستة أربعة، ورد واحد ديال الاحتفاظ، واحد ناقص واحد صفر. وبالتالي المبلغ الذي سيرده الكتبي إلى مريم هو المبلغ جواب الذي سيرده الكتبي لمريم هو نقطتان، 41 درهم فاصلة 85. التمرين الثاني يقول احسب طول القطعة بي سي. اول حاجة نشرح لكم طول القطعة. عندنا القطعة، عطينا القطعة اسي كلها، هاد القطعة كلها هي اسي، عطينا العبار ديالها هي 5.4 سنتيمتر، 5.4 سنتيمتر. فهاد القطعة كلها هي أس، كلها هي عندنا فيها 5.4 سنتيمتر. وعطينا تاني حاجة أخرى، عطينا أن أبي هالقطعة أبي كتساوي 3.7 سنتيمتر،
والسؤال هو شحال هاد القطعة؟ هاد القطعة يلا لاحظتوا معايا، الجواب صحيح سهل وبسيط. شنو هو؟ عطينا ان اصي قطعة كلها هي كلها هاد القطعة كتساوي 5.4، وهنا 3.7. يعني هاد القطعة اصي راه كتساوي لينا هادي زائد هاد القطعة بي سي. والجواب التالي باش نلقاو بي سي غنديرو 5.4 ناقص 3.7. غنديرو باش نلقاو شحال بي سي، غنديرو 5.4 ناقص 3.7. 4 ناقص 7 لا يمكن، 14 ناقص 7 7، شفنا اللي حط الفاصلة فاصلة تحت الفاصلة. 5 ناقص 4 5 ناقص 4 1 1.7، وبالتالي طول القطعة بي سي كيساوي 1.7 سنتيمتر. التمرين الثالث إلى شفتوه في الكتاب يقول أنقل إلى دفتري وأكتب العدد المناسب مكان النقط. أنا ما نجزت العمليات عندي في الوثائق، نجزوهم وتأكدوا من النتيجة. أول حاجة عطينا 513.92 زائد واحد المبلغ ولا واحد الرقم كيعطيني 545.39. العملية هنا كيفاش غادي تنجزوها؟ غديرو 545.39 غتنقصو منها 513.92، الخارج اللي غادي يخرج لكم هو 31.47 31.47. العدد الرقم الثاني أو العدد الثاني هو 0.4547 زائد عدد غتعطيكم تساوي 1. غديرو كذلك 1 ناقص 0.4547 والباقي والخارج هو 5453. الخارج تاع الجواب الثالث بنفس الطريقة غدير 1 ناقص 0.0001، الخارج هو 0.9999. جواب التمرين السؤال الرابع أو الرقم الرابع غنديرو 1 ناقص 0.999 والجواب هو 0.001. هذا هو جواب السؤال الثالث الخاص بالأعداد العشرية الجمع والطرح صفحة 22. نمر إلى تمرين رقم 4. التمرين الرابع يقول أضع وأحسب. إذا انتبهوا معي جيدا لطريقة الوضع، حيت باش تجيني العملية صحيحة خصني ننتبه لطريقة الوضع كيف قلت لكم. ننتبه إلى طريقة وضع الأرقام، أضع الفاصلة تحت الفاصلة، العشرة تحت العشرة، الوحدة تحت الوحدات وهكذا. إذا غنبداو بأول رقم هو 375 345.7 345.7 زائد 80.45. إذا 80 الوحدات تحت الوحدات، 0 تحت 5، 8 تحت 4، فاصلة 10 تحت 10، 4 تحت زائد جزء العشرة تحت الجزء العشرة عفوا 5، زائد هذا الرقم 376 ما فيهش الفاصلة، غنديرو لي حنا فاصلة 0.0. إذا غنجيو لهنا 376 هو جزء صحيح. الوحدات تحت الوحدات 6 زائد 7 زائد 3.00، وبالتالي الخارج هو. العملية حاليا كتجينا فاش يكون الوضع صحيح سليم كتجينا العملية صحيحة. غنزيدو نضيفو 0 0 زائد 5 5 زائد 0 5 5 7 زائد 4 11 واحد، فاصلة تحت الفاصلة نحتفظ بواحد، 1 زائد 5 6 زائد 6 12 نحتفظ بواحد، 4 زائد 8 12 زائد 1 13 زائد 7 20. احتفظوا باثنان، اكتبوا صفر واحتفظوا باثنان. 3 زائد 3 6 زائد 2 8، وبالتالي الخارج تاع هذه العمليه هو 802.15.
العملية الثانية بنفس الطريقة، 27.4 305 جزء صحيح، إذا غنديرو لها فاصلة صفر صفر، الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، المئات تحت المئات، فاصلة فاصلة صفر صفر. والرقم الثالث واحد هو الوحدات، 1548 زائد، بالتالي هنا نضيف صفر، هنا نزيد صفر، زيد صفر، نزيد صفر، زيد صفر، باش تنزيد الأصفار باش نحسب العملية. صفر زائد صفر زائد صفر زائد ثمانية ثمانية، صفر زائد صفر زائد أربعة أربعة، صفر زائد خمسة خمسة، أربعة زائد اثنان ستة، الفاصلة تحت الفاصلة، سبعة زائد واحد ثمانية، اثنان زائد خمسة سبعة، ثلاثة. وبالتالي الخارج تاع العملية هو 378.548. هذا هو الجواب تاع التمرين رقم 4 صفحة 20. التمرين الخامس يقول أنجز كما في المثال. أعطانا واحد المثال على هذا الشكل، أعطانا 1.3 كتساوي العدد الصحيح هو 1 زائد 3 على 10 العدد العشري. عطانا الرقم اللي بينا نضيفوه هي 3.65، درنا 3 زائد 6 على 10 العدد العشري زائد 5 على 100 جزء 5 لأن جزء من 100. وعطانا المجموع ديال 1 زائد 0.3 زائد 3.65 هو 4.95، وداروا على شكل على الشكل كما يلي، 4 زائد 9 على 4 زائد 5 على 100. وبالتالي كيف داروا، غنجز معكم هذه العمليه، وهذه غنخليها لكم باش تنجزوها لراسكم باش تاكدوا من اكتسابكم للدرس ديال الاعداد العشريه. وغادي نجز معكم التمرين ديال احسب المجاميع التاليه. يلا نجزوا هذه العمليه ديال 5007.68 زائد 0.157. اذا 5007.68 كناخذ الجزء الصحيح هو 5007 حطيته، زائد 6 لانها من الجزء العشري، 6 على 10 زائد 8 على 100. الرقم الثاني 5007.68 زائد 0.157، العدد الصحيح هنا هو 0 زائد 1 على 10 زائد 5 على 100 زائد 7 على 1000. عذرا على 1000، حنا مستمرين ونجزو العملية والخارج نديرو ليه نفس الطريقة. إذا قمت بوضع العملية، 0 زائد 7 7، 8 زائد 5 13 3، 1 1 زائد 6 7 زائد 1 8، فاصلة فاصلة تحت الفاصلة 7 زائد 0 7، 0 زائد 0 صفر، صفر زائد صفر صفر، خمسة. بالتالي الخارج هو 5007.837، وغنديرو على هاد الشكل 5007.837 ماذا تساوي؟ ناخدو الجزء الصحيح نحتفظو به، هو 5007 زائد 8 على 10 زائد 3 على 100 زائد 7 على 1000. وبالتالي 7 على 1000. وبالتالي هذا هو الجواب تاع أنجز كما في المثال، 5007.68 زائد 0.157. نجزو العملية الأخرى بوحدكم. تمرين رقم 6، جواب تاع التمرين السادس أحسب 0.67 زائد 0.54، 7 زائد 4 11، تنكتبو واحد نحتفظو واحد، 6 زائد 5 11 زائد 1 12، كنحتفظو بواحد، الفاصلة تحت الفاصلة، 0 زائد 0 0 زائد 1 1. وبالتالي الخارج تاع هاد العملية هو 1.21. العملية التانية 2.3 زائد 0.75، نزيدو صفر هنا،
خمسة، عشرة، ثلاثة، 3.05. العملية الثالثة، زدوا 0.0 هنا، 0 زائد 4 4، 4 زائد 2 6، 5 زائد 3 8، 1 زائد 1 1، 18.64. أتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، ما تنسوش تشجعوني بلايك وبسبسكرايب، وترقبوا معايا تتمة ديال التمارين ديال الأعداد العشرية، الجمع والطرح، صفحة 23، وشكرا.